أبناء الطلاب، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم وأتمنى تكونوا بكل خير وبكل صحة وسعادة. اليوم ببتدي بداية منهج الترم الأول في مادة البيولوجي. تعالوا بينا مع بعض يونيت 1 Chemical Basis of Life، وبناخد شابتر 1 Chemical Structure of Living Organisms Bodies Carbohydrates and Lipids. لو ابتدينا كده مع بعض Lesson 1.1 Macromolecules. Macromolecules، تعالوا بينا نشوف كده. عندنا البيولوجي ككورس بناخده، واحد من السبجكتس المهمة، عبارة عن ايه؟ البيولوجي كان برانش من الساينس لغاية السنة اللي فاتت في جريد 9، كنا بناخده من ضمن الشابترز الخاصة بالساينس. لو اخدنا بيولوجي، يعني ايه بيولوجي؟ بندرس ايه بالظبط؟ The study of living organisms. يبقى البيولوجي هو branch of science deals with the study of living organisms، creatures اللي ربنا خلقها، and their relations، يعني علاقتهم ببعض، علاقتهم ببعض، plant بanimal، وanimal بplant، وanimal مع animal، وhuman مع plant، وhuman مع animal. كل relationships ما بين living organisms دي تعتبر الستدي بتاعتها هي بيولوجي. وكمان مش بس كده، كمان الليفنج اورجانيزمز علاقتها مع الانفايرمنت اللي هي عايشه فيها، تمام كده، مع الانفايرمنت اللي هي عايشه فيها، يا ترى افكت ولا افكت بالانفايرمنتال كونديشنز ولا لا، تمام كده. طيب تعالوا بينا نشوف بايو معناها ايه. بايو معناها لايف، بايو معناها لايف، واولوجي معناها ستدي. يبقى بيولوجي ليها مقطعين، بايو معناه لايف، وأولوجي معناه ستدي، يبقى المعنى التام هو the study of life. يبقى لما بنيجي ندرس بايو احنا بندرس اللايف بتاعتنا، صح كده، والأذر أورجانيزمز. تعالوا بينا نشوف مع بعض أول حاجة بتقابلنا ايه. يا ترى الليفنج أورجانيزم ده بيكون من ايه؟ هل بيكون على طول هو على بعضه كده living organism وخلاص، ولا في basic units بيكون منها؟ لو بصينا كده مع بعض، living organism may be unicellular زي الأميبا وزي البكتيريا، يعني one cell، لكن الصورة دي في الحقيقة بتعبر عن multicellular organism، يعني organism عنده millions من cells. طيب تعالوا بينا نشوف، لو بصينا كده السل دي مع غيرها من السلز سواء same or different بيكونوا تيشو، والتيشو ده perform certain function. طيب تيشو جنب تيشو جنب تيشو يكون أورجان زي الاستومك، أورجان. طيب الاستومك هل هي لوحدها؟ هل هي موجودة ومنفصلة داخل جسمنا؟ ولا بتبقى يونايت مع أذر أورجانز؟ أكيد يونايت مع أذر أورجانز، يونايت مع الإسوفيجس، يونايت مع الماوس، صح كده؟ يونايت مع الانتستين، مع الليفر، مع البنكرياس، وبالتالي بيكون سيستم اسمه دايجستيف سيستم. ودايجستيف سيستم في الليفينج أورجانيزم مش لوحدي، في other systems. إذا كان digestive system doing certain job، بيعمل digestion ويعمل absorption للnutrients للfood after digestion يعني. طيب دي الفانكشن بتاعت digestive. طيب مين اللي هيعمل transport في circulatory system، transport للnutrients اللي حصلها absorption after digestion؟ ففي circulatory system يبقى عندي digestive system، circulatory system، nervous system، skeletal system، urinary system، endocrine system. كل systems دي موجودة في one organism واحد. طيب يبقى group of systems تكون ايه؟ organism زي الرات او الماوس اللي قدامنا. لو بصينا كده مع بعض وشفنا، هل الكلام ده قاصر فقط على الانيمال، انيمال تركبته كده وخلاص، ولا ممكن يبقى على البلانت كمان؟ الصورة دي بتوريني ان البيسك يونت اوف انيمال زي الزبرة زي وزي الماوس بيكون من سيلز، ها سيل تكون جروب اوف سيلز، تكون تيشو، جروب اوف تيشو تكون اورجان زي الهارت، جروب اوف اورجان زي الهارت بلس ارتريز بلس فينز بلس كابيلاريز تكون سيركولاتي سيستم، وبعد كده الهول اورجانيزم. طيب لو بصينا كده السيلز دي يا ترى ممكن تبقى بلانت؟ اه البلانت اللي هو التري اللي تحت بيتك دي بتكون من millions ويمكن billions of cells. السل اهي plant cell دي البيسك يونت. طيب basic unit of structure and function. طيب group of plant cells يكونوا tissue. طيب group of tissues يكونوا organ اسمه
ها ليف، طب جروب اوف ليفز مع الستم مع الروت، كل دول organ systems. جروب اوف ليفز ده organ system، جروب من الروت هير سيلز والسكندري روتس والروت نفسه، روت سيستم والستم معاهم، يبقى دول systems يكونوا الهول اورجانيزم اللي هو التري. طيب يا ترى في اصغر من السيل، سواء انيمال سيل او بلانت سيل؟ طيب ايه مكونات البلانت سيل والانيمال سيل؟ طبعا داخل الانيمال سيل والبلانت سيل في سيتوبلازم، وفي ستراكشرز اسمها اورجانيلز، ستراكشرز داخل اي سيل اسمها اورجانيلز، تايني ستراكشرز دوينج سيرتن جوبز، سبيسيفيك جوبز، زي النيوكليوس هي المحفظه اللي بنشيل فيها كروموسومز، بنشيل فيها الدي ان اي بتاعنا الجينيتك ماتيريال، دي بيسموها اورجانيل. طب يا ترى الاستراكشرز بتاعت الانيمال سيل والبلانت سيل تكون من ايه؟ كل ده بيكون من لارج مولكيولز، وكل مولكيول منهم عباره عن كيميكال مولكيول بيكون من اتومز، تمام كده، وكل اتومز مع اتوم زي الووتر مولكيول اللي قدامنا ده، ده ووتر مولكيول، ده سمول، بيكون منه حاجه لارجر ولارجر ولارجر and so on، من كون السيل وهلما جرى، دي بيسموها levels of organization. إذن أصغر حاجة بالنسبة لنا ك basic unit of living organism هي الانيمال سيل وبلان سيل، السيل. طيب هل بتكون من حاجة أصغر منها؟ آه طبعا، في الكيمستري الأصغر طبعا هي الأتومز والموليكيولز of substance. نكمل كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها إيه. لو بصينا كده the cells of any living organism are made up of إيه؟ اول حاجه السل بتتكون من inorganic molecules، بنتكلم بقى على داخل السل ايه المولكيولز اللي بتتكون منها، في نوعين، نوع inorganic molecules، دي تشمل ايه examples ليها، والووتر H2O، الصولت زي NaCl في حاله ionized Na plus وCl minus ions يعني. طيب وايه كمان؟ قالك انه الانورجانيك مولكيولز often do not contain carbon and hydrogen together، في الغالب هي compounds don't contain carbon، ما فيهاش carbon وhydrogen together، مش مجتمع الهيدروجين والكربون مع بعض في compounds دي، فهي inorganic. زي مين؟ زي الووتر اهو H2O، two atoms من H combined مع E1 atom من الأكسجين. طيب ما في هيدروجين اهو، لا ده لازم يكون هيدروجين وكربون، هيدروجين وكربون عشان اعتبرها اورجانيك. طب في هيدروجين بس يبقى اورجانيك؟ لا، يبقى ان اورجانيك، ان يعني نو مش اورجانيك. طيب اكزامبل، ادي الووتر مولكيول وادي دروب اوف ووتر اهي H2O، اخدنا الاكزامبل ده. طب لو اخدنا كده NaCl، ده تيبل سولت بتاع البيت بتاع المطبخ، NaCl ده ولا في كربون ولا في هيدروجين، يبقى ان اورجانيك. طب لو في كربون بس زي ده بقى هنعمل فيه ايه؟ وما فيهوش هيدروجين برضو ان اورجانيك. يبقى الان اورجانيك علشان اقول عليه ان اورجانيك مولكيولز، لازم يكون هي كومباوندز دو نوت كونتين كربون ها اند هيدروجين توجذر، ما فيهمش كربون وهيدروجين توجذر. طب لو في كربون بس زي CO2 inorganic، طب لو في هيدروجين بس زي الووتر inorganic. اوكي، تعالوا بينا النوع التاني من الاي كيميكالز، من المولكيولز اوف سبستنس اللي داخل جسمي وجسمك والانيمال والبلانت والبكتيريا حتى. النوع التاني اسمه اورجانيك، النوع التاني اورجانيك مولكيولز. هنا بقى ماست، في كونديشن، في شرط اساسي، الاورجانيك مولكيولز ماست مينلي كونتين كربون اند هيدروجين، كربون اي اند هيدروجين. طيب زي مين؟ زي الشوجر، الشوجر السيمبل بتاعه اهو، مش عليك تحفظ السيمبلز بتاعت اي كيميكال كومباوند، لكن واضح ان في كربون وهيدروجين واكسجين، يعني في كربون وهيدروجين اه في. اذا الشوجر ده اللي هو جلوكوز مولكيول، ده يعتبر اورجانيك كومباوند، اورجانيك ايه كومباوند. طيب يوجد في صوره سيمبل كده اهوت، اه في البلد بيبقى جلوكوز ماشي، لكن ممكن في البلانت سيل يعمل ستارش بالمنظر ده، يعمل جلوكوز جنب جلوكوز، جنب جلوكوز يعمل ستارش، والستارش ده هنلاقيه متخزن تمبرري داخل ايه كلوروبلاست بتاعت البلانت سيل،
داخل الكلوروبلاست الخاصة بالبلانت سيل. ده اكزامبل. ايه كمان؟ لو احنا اخدنا كده سي نيوكليوتايد، دي البيسك يونت اوف ايه؟ اوف دي ان ايه. تاني كده اوف دي ان ايه، دي ان ايه يعمل كومباين ويعمل فولدينج اراوند بروتين عشان يكون كروموسوم سيزر لايك بالمنظر ده. اذا حتى النيوكليوتايد اللي هي بيكون الدي ان ايه برضه كونتيني كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفرس مثلا، دول فيها كربون وهيدروجين يبقى اورجانيك. الامينو اسيدز مالها؟ امينو اسيدز هي كومباوندز كونتيني كربون وهيدروجين واكسجين زي ما انتم شايفين، بالاضافه للنيتروجين. تكون سيكونس من ديفرنت امينو اسيدز تعمل بروتين. تعمل ايه بروتين؟ اذا برضو حتى البروتين يعتبر ايه؟ اورجانيك كومباوند. طيب الفاتي اسيدز، فاتي اسيدز هي كومباوندز كونتيني كربون وهيدروجين وفيها جروب اسيديك اللي هي سي دبل بوند او او اتش، يبقى ده فاتي اسيد مع جليسرول يكونوا فات. يكونوا ايه؟ فات. الفات دي زي الاويل، زي اللبن، زي الاويل بتاع الفيجيتابل اويل زي مثلا سان فلاور اويل. دي كلها كومباوندز اورجانيك. ليه؟ لان فيها كربون وهيدروجين. اذا احنا دلوقتي في داخل السل ايه الكومبوننت اللي بيكون منها؟ بيكون من ان اورجانيك كومباوندز واورجانيك. الاورجانيك احنا قلنا الاورجانيك زي الكربوهيدرات شفناها في الصوره الاولى، والليبيدز زي الصوره دي الاخيره هنا. تمام كده؟ عباره عن نوعين، اويل وفات اكزامبلز يعني. والبروتينز فورمد فروم امينو اسيدز اللي احنا قلناها هنا، ده بروتينز. نيجي بعد كده اخر حاجه نيوكليك اسيدز اللي هي الدي ان اي والار ان اي اللي هم جينيتك ماتيريال. كل اللي قدامنا ده لارج مولكيولز، لارج بيسموهم ماكرو مولكيولز لانهم لارج كومباوندز. لارج ايه؟ كومباوندز. تعالوا بينا هندرس بعض الحاجات مع بعض، نشوف كده important terms لابد نكون عارفينها قبل ما نكمل الليسون. ايه terms دي؟ ناخد واحد واحد. terms دي زي vocabulary، زي scientific terms، وهي عبارة عن ان الورد بتتكون من مقاطع بيسموها prefixes. prefix يعني مقدمة الكلمة في الانجليش. في الحقيقة الاساس بتاعها بيبقى لاتين، اساس بتاعت مقدمة الكلمة ماكرو باللاتين معناها لارج ان انجلش. زي ايه لما اقول ماكرو؟ زي لما الاقي كده باص كبير ضخم، ده سكول باص بيبقى ضخم جدا ممكن يشيل مثلا 50 students، صح كده؟ طيب ده غير الواقفين كمان. طيب ده ايه؟ ده الماكرو، ده كده حاجة ضخمة ماكرو. طيب لما اقول كده الباص الصغير ده بيسموه ايه؟ مايكرو باص. مايكرو باص يبقى مايكرو معناها ايه بقى؟ سمول. يبقى اول كلمة تسمعها وبدايتها مايكرو يبقى دي معناها سمول ثينج، سمول اوبجكت. لما اقول مايكرو باص يبقى بس على صغير، صح كده؟ لما اقول ماكرو يبقى حاجة كبيرة، لارج، لارج يونت. طيب تعالوا بينا نشوف كده كلمة مايكرو. مش بس مايكرو باص، ده في كلمات كتيرة بتبتدي بمايكرو زي مايكروسكوب. مايكروسكوب مش المايكروسكوب هو السمول، امال ايه؟ لا، مايكروسكوب معناه ديفايس تو سي سمول اوبجكت زي البكتيريا، سمول ثينجز زي اليوني سيلولار اورجانيزمز، صح كده؟ ادي فكره كلمه مايكرو. طيب لو بصينا كده مع بعض في كلمه تانية مونو. مونو، مونو معناها وان. وان على فكره مونو في الافلام القديمه المصريه بتاعتنا كان في فنان عظيم اسمه اسماعيل ياسين، انتوا ما توعوش عليه او تعرفوهوش، كان بيغني ويرد على نفسه فبيسموا الاغنية بتاعته مونولوج. مونولوج يقول مونولوج معناها يطلع على المسرح ويغني اغنية ويرد على نفسه. تمام كده؟ يبقى مونولوج، يبقى كلمة مونو معناها وان، هو نفسه مفيش حد معاه. طيب مونو زي ايه؟ زي وان بول، بول واحدة، يونت واحدة، هي مش مقصود بيها بول. اي اوبجكت لوحدي سينجولر يبقى مونو. تمام كده؟ مونو ادي بول واحده. طب لو كان في تو بولز، بولز زي دول، تمام كده، وجوين توجذر باي كيميكال بوند بيسموهم ايه؟ داي، بيسموهم داي. يبقى داي معناها تو ومونو معناها وان. طيب داي زي ايه؟ دايالوج. دايالوج
يعني ايه ديالوج؟ يعني اتنين بيتكلموا وبيسألوا بعض، يتناقشوا مع بعض، بيعملوا conversation مع بعض، conversation مع بعض. فالconversation بتاعتهم هي عبارة عن ديالوج، صح كده؟ يبقى في ديالوج بدايتها داي معناها تو، معناها تو. طب لو بصينا كده، يا ترى لما يكون 3 مع بعض وجوني توجذر اسميها ايه؟ ها تراي، سميها تراي. يبقى تراي معناها 3، تراي معناها 3. طيب نبص كده، جه منها كلمة ايه؟ تراي سايكل. تراي سايكل اللي هو البسكليت تم وثلاث عجلات، تراي سايكل اللي هو تروسيكل، احيانا بنقول عليه تروسيكل، هي تراي سايكل، صح كده؟ طيب نبص كده مع بعض ونشوف. عرفنا البريفكسز بتاعت اللاتين وورز، مونو 1 داي 2 تراي 3، مونو ها وداي وتراي. تعالوا بينا نشوف. طب لو كان المنظر ده ميني، ميني بولز، ميني اوبجكت من نفس الثينج بمختلف الالوان، ميني مولكيولز، موني مولكيولز موجودين، بيسموها ايه؟ بولي. بولي، بولي ايكوال ميني ايكوال ايه؟ ميني. كلمة بوليستر، بوليستر اللي هي تيشرتات اللي هي مصنوعة مش من القطن، من البوليستر او فيها نسبة من البوليستر، بولي استر، بولي استر يعني كومباوند اسمه استر مكرر مئات والاف المرات عشان يعمل بوليمر اسمه بولي استر. هنا كلمة ميني، ميني يونتس جوين توجذر، يبقى بعمل بولي، بعمل ايه؟ بولي. اتفقنا؟ يبقى عرفنا بعض البريفكسز وعرفنا معناها ايه. لو بصينا كده مع بعض، الله ده في هاند كرافت، في واحدة بتعمل ايه؟ بتحط الخرز جنب بعض، والبيز دي جميلة ملونة وتعمل نكلس جميلة، دي مهنة عظيمة قوي، فيها فن، فيها متعة كده. طيب البيدز الموجودة الملونة، جلاس بيدز دي بديفرنت كالرز، بعمل بيها نكلس، عقد، انسيال جميل، حاجات حلوة. طيب وبعدين كل وحداية سينجولار من دول لسه ما اتجمعتش، اسمها ايه؟ اسمها مونو مر، مونو مر. مر معناها جزء، ومونو معناها واحد، يبقى جزء واحد. طب جزء واحد موني مر، وراه التاني يبقى داي مر، وراه التالت يبقى تراي مر. اتفقنا؟ ونجمع، لو جمعنا عقد كبير يبقى بولي مر. تعالوا بينا نشوف كده اليونس قبل ما تخيطها مع بعضها في الثريد وتجمعها وتعملها اسامبلي، فهم يعتبروا موني مرز، يعتبروا موني مرز. طب تعالوا بينا نشوف نهاية القعدة بتاعتها واليوم الطويل بتاعها، اشتغلت الكام عقد الحلوين دول؟ حلوين جدا. كل واحد، كل تشين فيهم تعتبر بوليمر، لانها بتكون من ميني يونتس، ميني مرز، ميني مرز، كذا جزء. تمام كده، جوين توجذر، يبقى ده اسمه ايه؟ بوليمرز. الله اجمل واجمل، بص المنظر، يبقى ده بوليمرز. يبقى بوليمرز تطلق على كومباوند بيكون من ريبيتد يونتس، كومباوند كبير، لارج كيميكال كومباوندز، بيكون من ريبيتد يونتس مع بعضها. طيب الجزء الواحد او المولكيول الواحد اسمه ايه؟ مونيمر، اسمه مونيمر. تعالوا بينا نشوف ازاي بيكون البوليمر. طبعا بيكون ازاي؟ بيكون من جروب من المونيمرز مع بعض، ادي مونيمرز اهي، لو عملوا جوين توجذر وعملوا كيميكال بوندينج عملوا بوليمر تشين. هل لازم البوليمر في كل مره يكون في شكل تشين ستريت فورورد؟ ادي بيجمع مرة تاني، بيحصل له اسامبلي. تمام كده، زي نكلس، زي العقد اللي احنا شفناه بتعملوا ايه السيدة اللي كانت قدامنا. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض، يا ترى الرياكشن اللي تم ده اسمه ايه؟ الرياكشن ده اسمه بوليمرايزيشن، بوليمرايزيشن اللي هو الاسامبلي اوف مونيمرز تو فورم لارج بيج جاينت مولكيول اسمه بوليمر، اسمه بوليمرايزيشن. هو عبارة عن ريبيتيشن لنفس الرياكشن، ادي مونو مر ومونو مر جمعوا يبقى داي مر، داي مر. طيب وداي مر اشتبك مع او ارتبط مع ثيرد مولكيول او ثيرد يونت بيسموه ترايمر، الفورث يبقى تترامر. طب لو عندك مثلا 10 to the power 3 من الجرين بيدز خيطناهم مع بعض في شكل نكلس طويل قوي يوصل بيني ما بينكم، ده معناه ايه؟ يبقى معناه كوننا بوليمر.
البوليمر ده على فكرة عنده استعداد انه يزيد اكتر الناحية دي، يحصل له جروينج الناحية دي وجروينج الناحية دي. طب نفترض عدد البيز خلص يعني 1000 بس، يبقى في الحالة دي ممكن 1000 اهم من البيز الصغيرة يجمعوا بوليمر كبير. ايه السيمبول ده وايه الرياكشن ده؟ هنا N refer to number of A units، عندك كم بيد؟ عندك 1000، يبقى ال N equal 1000. طب الناحية دي between square brackets حطيت الموليكيول اللي هو المونيمر وحطيت N هنا، لان ده متكرر 1000 مرة، يبقى بعمل كده وبعمل الشكل ده كده، السفيرة اهي وعندها استعداد تبقى كده وكده، صح كده؟ وكام مرة؟ 1000. طب لو مليون بحط هنا مليون and so on. طيب خلصنا البارت ده، يا ترى البوليمر لازم يكون ستريت دايما ولا ممكن يبقى برانشد؟ واضح ان البوليمر ممكن يبقى برانشد، ايه؟ برانشد مولكيول، وضخم جدا برضه. اتفقنا؟ تعالوا بينا يا شباب نشوف البيولوجيكال ماكرو مولكيولز للمرة الاخيرة. عندنا هنا هوت طبعا احنا اتفقنا فيه مونيمرز. المونيمرز دي قد تكون نيوكليوتايدز علشان يكون الدي ان ايه، والدي ان ايه فيما بعد يكون حاجة اسمها كروماتين، هناخدها في يونت 2 اللي هي تشكل الكروموسوم فيما بعد داخل النيوكليس. يبقى هنا مونيمر بيكون بوليمر اللي هو الدي ان ايه، هنا برضو الامينو اسيدز بيكون البروتينز، تعتبر ميجور كومباوند موجود في البلازما سيل ممبرين زي ما انتم شايفين. كمان الشوجر اللي هو الشوجر مولكيول زي الجلوكوز بيكون حاجة اسمها سيديلوز اللي هو بيكون بلانسل وول زي ما انتم عارفين. يبقى دي كومبوننتس مهمة جدا essential for life، على فكرة كلها containing كربون وهيدروجين واكسجين اساسي. اهم حاجة كربون وهيدروجين باعتبارهم organic compounds وهم macro molecules علشان هم huge in size. يا ترى هل كلهم بوليمرز؟ اللي قدامك دول كلهم بوليمرز، سواء بروتين او دي ان اي اللي هو نيوكليك اسيد دي ان اي، او حتى سيليلوز يعتبر ماكرو مولكيولز. وهل هو بوليمر؟ ايوه بوليمر. طيب تعالوا بينا نشوف. all macro molecules contain carbon، yes they are necessary for life، زي ما انت شايف وجودهم مهم جدا بالنسبة للسل. لو بصينا كده مع بعض، most are polymers، most مش all، not all، يعني عندك البروتينز وعندك الكربوهيدرات والنيوكليك اسيدز دول بوليمرز. دول ايه يعتبروا بوليمرز؟ ليه بوليمرز؟ كلمة بوليمرز معناها repeated units، repeated ايه units؟ هو reaction او repeated reaction يكون large molecule. طالما repeated يبقى بوليمر. طب لو not repeated ما يعتبرش بوليمر، يعتبر ماكرو بس. البوليمر made up of smaller molecules called monomers زي ما احنا اتفقنا، عن طريق process مهمة في الكيمستري اسمها polymerization. polymerization اللي هو الرياكشن ده. اوكي طيب يا ترى التلاتة دول احنا اخدناهم قلنا عليهم ماكرو وقلنا عليهم بوليمرز في نفس الوقت. طيب تعالوا بينا يا ترى الليبيدز بقى. الليبيدز اللي هي تكون الفات والاويل ماكرو but not a polymer. ليه؟ نشوف كده. why lipids are a macromolecules but not considered polymers. give reason why. because they are not formed from a repeated units. يعني ايه؟ يعني بيكون الليبيدز من يونت اسمها ترايجليسرايد. اليونت دي بتكون من جليسرول او جليسرين وثري فاتي اسيدز بس. كده خلاص خلص الرياكشن. كده ليبيد ده بيشكل الاويل، ده يكون الاويل ويكون ايه؟ الفات. هل ريبيتد؟ لا مش ريبيتد، نوت ريبيتد. طالما نوت ريبيتد يعتبر ماكرو فقط لكنه مش بوليمر، نوت كونسيدر اي بوليمر، يكون اويل والفات. اتفقنا؟ طبعا ثانك يو فور واتشينج. اشكركم يا شباب انكم حضرتوا معايا كلاس النهارده وحضرتوا الفيديو، اتمنى يكون مفيد بالنسبه لنا. لو في اي كومنت وافوني بيه واكتبوا لي في الكومنتس بتاعتكم انتوا محتاجين ايه وايه الديزاين وهل عجبكم الفيديو ولا لا. مرسي ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في اقرب فيديو في اقرب فرصة ان شاء الله. سلام يا شباب، سلام، جود لك.